مشاهدينا اكيد بتحلى الحياه مع شوكولا مثل ما ذكرنا اليوم حلقتنا مخصصه للشوكولا، وبما انه الشوكولا انوار اليوم او شوكولا الاسود هو اللي عم نركز عليه واللي بيحتوي على 60% من 60% ل 90% من الكاكاو، اليوم رح نحكي مع وائل ورح ينقذنا وائل ويعلمنا كيف بنزرع الكاكاو. هاي وائل كيفك؟ ماشي الحال. اليوم يعني اختيارك صائب جدا، شو بدنا نعمل؟ بصراحه اليوم حبيت احكي عن زراعه الشوكولات او عن شوكولات ان جنرال، لانه بتعرفوا الشوكولات هو من الاجواء هلا الموجودة عندنا بالفالنتاينز، هو مقرون بالحب يعني الشوكولات. صحيح. هلا سبب هذا الموضوع هو انه الشوكولات بيساعدنا حتى جسمنا يفرز هرمونات معينين اللي هن هرمونات السعاده او هرمونات الحب. هلا ذا هرمون او هرمون الحب اللي اسمه اوكسيتوسين. اوكي، هذا الهرمون ما في عندنا اي نوع اكل بنقدر ناكله ليفرز لجسمنا يفرز هذا الهرمون، هذا بس بيعتمد على العلاقات الانسانيه والمحبة إذا بدك الخالصة مثل بين الأم والابن أو بين الإخوة أو بين الأصحاب. الحب صح، والحب العالم. والحب أكيد، والحب بين كل العالم إن شاء الله بيعم على الجميع دائما. أمين. أكيد يا رب. هلأ بس فينا نحن نعمل طرقات حتى نقدر ناكل أشياء خلينا نفرز أو نجهز جسمنا يفرز أوكسيتوسين، يعني إذا في أشخاص موجودين عندهم أو إذا بدك عندهم حالات عصبية أو مرضية عقلية. السبب الرئيسي انه جسمه ما عم يفرز هيدي المادة. هلا السبب الرئيسي بهذا الموضوع هو بيصير في خلل بالهرمونات تبع جسمنا يلي هني خلل بالغدد، والسبب الرئيسي بهذا الموضوع مثل ما صرنا حكين كذا مرة أنا وميرا وأكيد كمان جزال هو الأشياء اللي عم ناكلها وطريقة اللي عم ناكل فيها الأشياء، الفيتامينز، المينيرالز، الأمينو أسيدز، هذول القصص كيف عم ناخذهم. هلا الشوكولات بيلعب دور كتير مهم بهذا الموضوع، اللي هو الشوكولات بيقدر جسمنا بخليه يفرز سيروتونين ودوبامين يلي هو ذهبي هرمون، بالأخص الدارك شوكولات مثل ما بتقول ضروري يكون دارك شوكولات، لأن الشوكولات البروسيست أو المشغول فيه قبل ما يوصل لعنا بيصير نسميه كاكاو إذا بدك ميلك أو نشيل منه الباتر ومن عليه حرارته كثير ما بصير في كولد بريس بيروح نيوترينتس كله منه مزبوط. وبصير طعمه منا طعم كثير مزبوطة مثل ما عم نشوف معنا هلا الشوكليت. الاشياء البديل عن الشوكليت اللي فينا ناكلهم بلبنان او نزرعهم بلبنان مثل ما شفنا الافوكا واللوز فيهم اوميجا 3 فيهم فاتي اسيدز، الجي اللي شايفين معنا بيوريفايد باتر هيدي شغله كثير مهمه نستعملها، الجي هي الزبده يلي هي معموله من حليب اورجانيك 100% وبعدين نعمل لها تصفايه وبنشيل منها الصفوي تبعوله يعني بطل فيها شوائب ابدا. عندنا الشيا سيدز شغله كثير مهمه كمان، الجوز النتس، الجوز الهند كمان اكيد، كلهم هودي الاشياء اللي عم نشوفهم هلا بيعطوا اكويفالنت يعني ليعلوا الهرمونز الموجودين عندنا بجسمنا بطريقه طبيعيه. بس اهم شغله قبل ما نوصل على هذا الموضوع نحن لازم نبلش بطريقه عيشنا، يعني نحن لازم نبلش نمارس رياضات غير تنفسيه اذا بدك، او مثلا رياضات منتجه مثل الزراعه مثلا، او تعلم شي حرفه معينه، او نروح نساعد مثلا بشي جمعية معينة، هذه الاشياء بخلونا نزيد نحن طبيعي نحس بالسعادة اكثر. هلا وقت ناكل اشياء طبيعية وصحية مثل شايفين معنا وحتى اذا عم نشتغل بالزراعة كمان، هذا الشيء ليش بيقولوا انه هو دواء طبيعي للاعصاب او اللي عنده مشاكل الزراعة، لانه عم نشتغل مع شيء اصلا ما في حدا بيزرع اعصابه مش رايق اكيد، والشغل يعني هذا دواء بحد ذاته صح اكيد. والشغل الحلو هون انه الاكتيفيتي اللي بنعملها مثل ما قلت لك قبل شوي ما فينا ناكل شيء يعملنا اوكسيتوسين، لانه هذا الشيء بيفرز الدماغ من وراء حالات من عيشه يعني. وتمام عم نشتغل بالزراعه ونشوف عم نشارك بالخلق اذا بدك عم تكبر الشغله طبيعيه رح يزيد بجسمنا، فشيء كثير طبيعي. فنحن نتخلص من الامراض الموجوده عندنا هلا. كمان خلل الهرمونات هو سبب رئيسي من وراء خلل مثلا المغنيسيوم، لانه هو مرتبط كثير مع الاي دي اتش دي او مع البايبولارتي، بس حدا يعمل فحص اذا عنده مشاكل عم بيعصب كثير بلاقي المغنيسيوم قاصد بدمه مثلا. مثلا الشوكليت هو سورس اوف مغنيسيوم كثير مهم حتى يعلي هودي الهرمونات لنحس حالنا مبسوطين. هلا مثل ما انه كمان مصادر يلي ذكرتها صح اكيد المصادر اللي بحكي عنها. هلا رح نحكي شوي عن زراعه الافوكا، انا عامل حلقه قبل عنا كيف بنقصها وبنزرعها مزبوط. بس دائما الاشخاص بتشوفهم بيجيبوا افوكا وقت يشتروها من السوق بيشيلوا الحبه من قلبها مثل ما عمل انا هلا هون، بجيب شكوها بكوردون وبحطوها، احيانا بتنجح احيانا ما بتنجح بتعمل لهم مشاكل، فحبيت اعطيهم طريقه اكيد لهيدا الموضوع ليصير معنا مشاكل. صح اكيد ليصير ما معنا مشاكل. هلا اهم شغله وقت نشيلها من حبه الافوكا منا نشفها مثل ما عمل انا هلا، يعني قد ايه بدها وقت يعني ما نحطها بشويه رماد اول شيء حتى لي مثل ما شايفه معها هيك بطريقه صارت صح يبس، ما نحطها بمحل في كتير ويكون جاف في وجاف ما نعتبر ما نحطها بالشمس نو اكيد حتى لي تنام هيدي الفتره. هلا بعدين صار لها شي سنه تقريبا هلا منشفي سنه تقريبا هلا شيء كنت شايفه نوعين مختلفين لازم يكون عمره مجففه لحتى نقدر نزرعها، يعني افضل نحن نقول شلناها هلا من حبه الافوكا نشفناها بالربيع الجاي ماكسيموم نكون بلشنا نعمل العمليه اللي عملناها هلا سنه تقريبا صح اكيد. هلا الفكره اللي شايفينها هلا انه نحن بنحطهم بالماء اول شيء نهار كامل اوكي. هلا بعد هذا النهار الكامل ما نرجع ننظف الماء الموجوده عليهم ونتركهم بالماء بمحل كمان يكون دافئ اكيد. هلا بعد فتره الافوكا بلش يفتح لانه غمس كله بالماء، الحبه المشفه فتحت بنشيلها مباشره من قلب الماء، بيكون عندنا بو جاهز مثل هذا الموجود معنا هلا كمان
بحط لها بوزه طلوع قطع النبته من عندنا من هون تقريبا. على فكره هيدي صارت ريدي يعني بدها شوي بيمشي حالها كمان، هيدي مبين مأكد رح تمشي يعني. يمكن من التكستشر يعني صح مزبوط. ايه مبين علينا شويه شويه خبره بصير يعرف الواحد خبرة. اكيد اكيد خبرتك غير خبرتنا الممارسه هي اللي صار على النظر بيعرف قد ايه عمره وقد ايه صايره ختياره صح هي ممارسه اكيد كله. يعني انا شخصيا ماني دارس زراعه بالجامعه اذا بدك، ماني عامل هندسه زراعيه، بس انه هي خبره وهوايه من انا وصغير ومرسها بكتير فترات يعني، فصار عندي هيدي الاكسبيرينس اللي عم جرب شراكة معكم قد ما بقدر يعني. مش كل شيء بالدراسة صح. وقت صح اكيد صحيح. هو واحد وقت يتعلم بالزراعة وبالخص الزراعة الطبيعية مثل ما بتشوفوا بيصير يعرف كتير اشياء عن اشياء تانية، عن الصحة، عن الحياة الاجتماعية، حتى كيف واحد بيقدر يعيش بنمط حياة يخفف له المشاكل الموجودة حوله ويقدر ينبسط بهذا النهار عيد الحب إذا بدك. صحيح. إنه أهم شيء أنا شايفتك هيك عم تطلع على الطاولة لأنه خلص رح ضايفك. أنا عيني بتلم العروس. اليوم كارلا هي مهتمة بالضيافة. بالضيافة. أحلى ضيافة. أكيد وأحلى ضيافة من إيدين كارلا. أكيد. يلا. شكرا لهذا الموضوع. ثانك يو. شكرا. بس كانت قلب اليوم. ثانك يو ثانك يو. ما بدك تغيري رايك هلا بعدين انا حاصل عليه. نحن حاصلين عليه. ميرسي كارلا. وهلا بفرجيكم فيديو اذا بدكم كيف نوصل لهذه الشوكليت الموجوده معنا هلا، بنشرح لكم العمليه اللي بدها تصير معنا. لانه كنت بدي اسالك وائل، ليه نحن بلبنان ما عندنا زراعه كاكاو؟ هلا مثل ما بتشوفوا قلت لكم بلبنان كذا مره عندنا كثير كلايمت بينزرع فيهم من سب تروبيكال وغيره. هلا الكاكاو بالذات بده يكون عم يربع على خط الاستواء، هو مصدره الرئيسي امريكا الجنوبيه وبعدين انتقل على افريقيا. فاكبر نسبه انتاج للكاكاو او للكوكو هي من افريقيا. بس كجوده ونوعيه هي من امريكا الجنوبيه. اكيد هلا اذا مثلا شوفنا يعني فيها صح. ولكن النوعيه يعني طريقه العنايه فيها مش بس طريقه العنايه مش فيها. اكيد يعتنوا فيها اكثر. بافريقيا صارت تجاريه اكثر، صاروا يركزوا على انواع الشوكليت اللي بتعمل كميه اكبر. بس صاروا يشرحوا تجاريه اكثر. الفيديو شايفينه معنا هلا وقت يزرعوا شجره الشوكليت تطلع بعدين بده يرجعوا يطعموها مثل العمليه شفناها هلا. هلا هون وين عم نشوف العمليه؟ هيدي بامريكا الجنوبيه ب ب ب عملناها بالاستوديو. هيدي عملنا عمليه ثانيه رح نعملها قدامكم عمليه التطعيم. نحن عملنا عملية تانية اسمها اير ليرينج اللي هي بنعمل شجرة جديدة. هلا العملية اللي عم بتصير معنا هودي الفروت تبع الشوكليت هيك بيكون شكلها، بس السوي بيصير لونه اصفر وبعدين بيصير بيحمر شوي شوي. هلا العملية بتصير بتطول بعد هون، بده يقطفوا كل شيء موجود على الشجرات اكيد. بيطلع عم نشوف يعني بس تكون عم مزرعة اورجانيك بيكون دائما عائلة عم بتدير الموضوع عم بيهتموا بالانتاج، ما بيأذوا الشجرة كيف بدهم يقطفوها، مثل مش مثل ما بصير بافريقيا عملية عبودية اكثر. يعني في اشخاص بافريقيا ما هم ضايقين الشوكولا بعدهم، هن عندهم مزارع كاكاو يعني. يعني بافريقيا يعني اصلا الشوكولا مثل الغاز ومثل ما هم ضايقينه. لا وهيك صناعة كثير كبيرة وفيها صح اكيد. واللي بيستفيد منها مصاري كثير بتروح على يوروب. هلا بعدين بصير عندنا عملية التجفيف الموجودة عندنا قدامنا هلا، واللي هي شغلة كثير أساسية حتى نقدر نطحن الشوكولات نحن بطريقة مضبوطة. بدهم يتوزعوا مضبوط بالشمس. هلا العمليه اللي عم بتصير معنا هلا اللي عم نشوف انه عم فرجيك قبل ما تتجفف وبعد ما تتجفف كيف تنكسر بالطريقه المزبوطة. هلا هون صار الشوكليت جاهز اذا بدك. نحن ما بدنا نستعمله، يا ما نستعمله محمص يا ما نستعمله رو. هاي الشغله بترجع للشخص. هلا اذا بدنا نحمصه ضروري كتير انه ما نعلي الحراره كتير حتى يعني ما ننزع الزيوت الموجودين بقلبه وما يتاكسد. يعني معني فسر لنا هلا شفنا هون مثل حبه، هي الحبه شو بنعمل فيها؟ هلا هي حبه الشوكليت الموجود شفناها البين مثل القهوه اذا بدك بهذه العمليه من هون من بعدها. صحيح. عمليه تحميص البن نفس الشيء عمليه تحميص الكاكاو، بس اكيد بنسبه اخف بكتير اكيد وشوي شوي، وبنقدر نستعملها مباشره. هلا اللي بننصح فيه الاشخاص اللي بيقدروا يشتروا هيدي الماده يعني قبل ما تكون يعني ملعوب فيها اذا بدك او شيلي منها الخواص، يشتروا حبه مثل ما هي خام يعني بدنا نعرف 100% نشتريها خام. اذا ما ناخذ الافادات اللي حكينا عنهم رح نحكي عنهم اكثر بعد اكيد عن الشوكولا، ضروري يكون رو اذا او 100% يكون من مصدر موثوق، حدا بيعمل دارك شوكليت مؤسسه عالميه معروفه تكون يعني حدا عطيها ترخيص انه بيشرف على العمل تبعه، لانه شغله كثير دقيقه انه تكون عندها مواصفات صح جيدي. لانه حرام يعني عندنا افادات كثير مهمه من ورا الشوكولا ما نستفيد منها صح ما نستفيد منها احنا ما نكون مش عم ناكل شوكليت مزبوط. فضروري كثير يعني هون مثل بنشجع مثل ما بيقولوا مصلحه حمايه المستهلكين اذا بدك، ولازم المستهلك يتوعى على هذا الموضوع اكثر، يعرف من وين مصدر الاكل تبعه له، كيف عم بيصير، كيف عم يوصل لعنده، شو لازم نسأله وكيف نسأله. صح اكيد. ويكون في مصادر موثوقه للاستيراد بهذا الموضوع يعني يعني عندنا فلتين شوي القصه للاسف، بس انه ان شاء الله خير اكيد ان الله رد يعني بيتحسن الوضع. وائل احنا بدنا نتشكرك وبنقول لك هابي فالنتاينز داي لانه مش رح نشوفك قبل بكره نحن وبنشوفك ان الله رد الاسبوع اللي جاي. وانجوي يور شوكليت. ثانك يو ثانك يو. انجوي يور شوكليت. وانت بس يكون تعرف حدا راح على بروكسل على شو بتوصي اول شيء. اكيد شوكليت على الشوكولا. هلا هلا بدها توصينا. هلا انا بدي اوصيه بهالريبورت لانه كلنا راح نشتهي الشوكولا. راح نشوفه هلا معرض كامل ببروكسل استعملوا الشوكليت فيه.